شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج تعلن عن فرصة عمل في كبرى شركات الأمن والسلامة بالمملكة العربية السعودية. مطلوب على وجه السرعة: 1. مهندس كهرباء تخصص إنذارات حريق. 2. مهندس ميكانيكا تخصص مكافحة حريق، خبرة من 2 إلى 9 سنوات. 3. محاسب عام، خبرة من 5 إلى 10 سنوات. 4. مندوب مبيعات. المقابلة غدا 11 صباحا. على أن يكون الحضور بالسيرة الذاتية وصورة شخصية، ويفضل الحضور إن أمكن بملابس فورمال. شركة القمة العربية تتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.